السلام عليكم. في الليكشر الثاني من المحاضرة السابعة مات الام ار راح ندرس فيها تكملة علما للسيجنال اللي تيجي للخلية وشلون يعني تشتغل على الخلية، خصوصا نركز بهذا السيشن بشكل عام. اخذنا بالليكشر الاول ما يخص الجي بروتين، وهسه راح نكمل ما يخص الجي بروتين وشغلات ثانية هم يعني. بالبداية كتذكير ناخذ شغله على الترانزدكشن. الترانزدكشن ايش قلنا؟ قلنا هو بعد ما تدخل شو اسمه، بعد ما يرتبط الليجند ويا الريسبتر زين، بهاي الحاله راح تنتقل الاشاره من خارج الخليه الى داخل الخليه. ورا ما انتقلت الاشاره من خارج الخليه الى داخل الخليه راح تحفز لي مولكيول معين، هذا المولكيول راح يحفز مولكيول ثاني او انزيم ثاني، هذا الانزيم راح يحفز فد بروتين ثاني او مولكيول ثاني، وهكذا شيء يحفز شيء شيء يحفز شيء. هذا شيء نسميه بالترانزدكشن لحد ما يوصل الى نهايه الطريق على مود يسوي ريسبونس لمن لهذه الاشاره. مثلا هذه الاشاره جتني تريد لي اسوي برولايفريشن، فراح تنتقل الاشاره منا تنتقل الى داخل الخليه، دور تمر واحد يحفز واحد واحد يحفز واحد، هذه الطريقه نسميها بالترانزدكشن. وبعدين هي مو تريد تسوي برولايفريشن فراح تروح للنواه، فرضا راح تروح للنواه راح تحفزها على مود تسوي دي ان اي ريبليكيشن وكذا زين، ويصير عندي اكسبريشن جديد. فبهاي الحالة انه كل اشارة لها شغلها الخاص مثل ما تلاحظون بهذه الصورة، هذا نسميه بالترانزدكشن زين. بعد كذلك انواع الريسبترات اللي اخذناها بالبداية، اخذنا ريسبترات نسميها بالايون كانال جيتد ريسبتر. شنو هذه؟ هذه عبارة عن او ايون كانال لينكد، هذني عبارة عن قنوات مسدودة. هذين يشبيهن بيهن فد مواقع، بيهن فد مواقع، هذه المواقع ترتبط بيها فد ليجندات تمام. هذا الليجندات اذا ارتبطت بهذه القناة راح تفتحها هيك تمام. شو نسميها بالايون كانال لينكد. شوفوا هسه هذه مسدودة ارتبطت بها ليجند هنا وارتبط بها ليجند هنا، فتحها فراح تدخل من عندها الايونات مثل كالسيوم صوديوم فرضا اي ايون ثاني. اوكي، النوع الثاني اللي اخذناه اللي هو جي بروتين لينكد ريسبتر. جي بروتين لينكد ريسبتر ايش قلنا؟ قلنا انه اول شيء يجي الليجند. هسه هذا انا ايش عندي بالخلية؟ عندي فد ريسبتر، وبصف الريسبتر اكو جي بروتين، وبصف الجي بروتين اكو انزيم غير فعال، هاي بالحاله الطبيعيه زين. يجيني الليجند شو يسوي؟ يرتبط ويا من يرتبط ويا الريسبتر، ويا ما ارتبط بالريسبتر ايش راح يسوي الريسبتر؟ يتفعل. اذا تفعل الريسبتر راح يودي اشاره علما للجي بروتين راح يسوي له اكتيفيشن. وعرفنا شلون يسوي الاكتيفيشن، قلنا يجي الجي تي بي مكان الجي دي بي، اخذناها بالليكتشر الاول مال السيشن السابع. وراها هو الجي بروتين مكون من ثلاث جزيئات الفا بيتا جاما، فبيتا وجاما يبقى بحالهن، بينما الفا راح تروح وين؟ راح تروح للانزيم تنشط الانزيم. بعد ما تنشط الانزيم بذيك الحاله الانزيم راح يروح يشوف شغل الله يسوي لي سي ام بي، هسه راح ناخذها هم نعيدها. اوكي، والنوع الثالث اللي هو الانزيم لينكد ريسبتر او الانزيم لينكد ريسبتر، هو تقريبا نفس ذاك. هذا هم انا عندي ريسبتر غير نشط ويا انزيم اوكي يرتبط بي ليجند راح يفعله يسوي لي اكتف، والاكتف هذا راح يفعل لي انزيم معين، يعني هذا نفس الشيء. بالنسبه كامثله على الجي بروتين لينكد ريسبتر عندنا الجلايكوجين والابايفرين والثرومبين، ذني كامثله على الليجندات تستعمل الجي بروتين لينكد ريسبتر. وكامثله على الليجندات اللي تستعمل لي الانزيم لينكد ريسبتر اللي هي الانسولين والجروث فاكتور. اوكي، هسه هذه اخذنا بيها. بعد ايش عندنا؟ يقول انه مرات اكو مولكيول وحده، لكن هذا شبيها هذا المولكيول كل ريسبتر تشتغل وياه شغل خاص. يعني مثلا تشتغل لي ويا الريسبتر رقم اي او رمز اي او نفس الشيء، ريسبتر اي تروح تسوي لي بي تحفيز، بينما ترتبط لي ويا ريسبتر بي تسوي لي تثبيط فرضا زين. ترتبط لي ويا ريسبتر سي تدمر ريسبتر سي. يعني اكو ريسبتر اكو فد ليجندات، هذا الليجندات او مولكيولات او مواد من ترتبط بالريسبتر كل ريسبتر ترتبط بيه تنطي شغله تختلف زين. فيقول the same signal molecule can induce different response، نفس الماده ممكن تنطيني اكثر من ريسبونس. شلون؟ عندي كفرضا الاسيتيل كولاين، الاسيتيل كولاين بالخلايا الخلايا العضلات الهيكليه، اذا ارتبط الاسيتيل كولاين بالخلايا مالت العضلات الهيكليه ايش راح اسوي بيها؟ راح اسوي بيها كونتراكشن. بينما الاسيتيل كولاين اذا ارتبط لي بالعضلات القلبيه او بالخلايا من العضلات القلبيه راح اسوي بها ريلاكسيشن، يحفز لي الريلاكسيشن. شوفوا هي نفس الماده لكن اعطتني تاثير مختلف. او مثلا بالخلايا بالجلاندات الجلانس يعني شو اسمه ذني
الغدد إذا ارتبط للأسيتيل كولاين ممكن يحفز السكريشن وهكذا. فأكثر من مادة ممكن تشتغل، العفو مادة واحدة ممكن تشتغل أكثر من شغل بحسب الريسبتر أو المكان اللي راح ترتبط به. زين أوكي هسه نبلش هنا ناخذ الأجوين سيتوميليتيد ريجوليشن أوف ذا أدينيل سايكلايز. هذا الأدينيل سايكلايز شنو هو اللي عرفنا إحنا؟ هو عبارة عن شيء غير نشط، غير نشط. من هو اللي نشط ليه؟ اللي نشط ليه جي بروتين. زين إذا نشطه جي بروتين إيش راح يحوله؟ راح يحول أدينيل سايكلايز المن راح يحوله إلى سي أي أم بي، تذكرونه؟ وسي أي أم بي راح يروح يفعل البروتين كاينيز، والبروتين كاينيز راح يروح شو شغله. هذه كمراجعة سريعة عنه. كمثال يعني طبعا هذه ما اخذنا احنا باللكتشر الاول مال السيشن السابع، هاي مال الجي بروتين والادينين سايكلايز، لكن هسه كامثله راح شوي ندخل ديب اللي هي يعني اجونست ستيميليتد. يعني شنو اجونست ستيميليتد؟ عرفناها انه مثلا من انطى ادراك او علاج او ماده، هاي الماده تشتغل نفس الشغل مالت من مالت ماده ثانيه بالجسم، معناها اجونست. لكن اذا انطى ادراك او علاج او موليكيول يشتغل عكس الشغل اللي تشتغله في ماده معينه بالجسم هذا نسميه انتاغونست. وضحت السالفه؟ فهسه نكمل. يقول مثلا الجي بروتين ستيميليتد كابل ريسبتر، هذا صح ناخذ عليه مثال ريسبتر نسميه بجي بروتين ستيميليتد كابل. يعني شنو هذا ستيميليتد؟ يعني هذا من يرتبط بماده راح تحفزه، اوكي راح يسوي تحفيز. هذه خدناها بانواع الجي بروتين. هذه كامثله عليها اللي هي البيتا ادينو ريسبتر اللي هاي بالسمباثيتك، والدي 1 دوبامين ريسبتر، والاتش 2 اللي هي الهيستامين ريسبتر. وضحت السالفه هسه؟ هذا شنو تشتغل؟ تشتغل كمحفزه، يعني اذا ارتبطت بيها في ماده هذه الماده راح تحفزها، اوكي راح تحفز هذا الجي بروتين. الجي بروتين راح يحفز لي فد يعني عمليه ثانيه، لكن يحفز السايكلايز يعني يحفز تكوين السي اي ام بي، السي اي ام بي يروح يحفز البروتين كاينيز وهكذا. النوع الثاني من الريسبترات اللي اخذناه اللي هو جي انهبيشن، جي بروتين انهبيشن مثبط. هذا اذا ارتبطت بيه ماده راح يؤدي الى تثبيط تكوين السي اي ام بي، يعني ما راح يفعل لي الادينين سايكلايز، يبقي ان اكتف فرضا او يقلل كميه السي اي ام بي، المهم يثبط لي كل العمليات. جيد. فمثال على ذلك اللي هو الادرينو ريسبتر الفا 2، هذا يعتبر جي بروتين انهبيتر. والثاني اللي هو دوبامين 2 او الدي 2 دوبامين ريسبتر، فرق لهنا ترى هنا دي 1 دي 1 وهنا دي 2، والأدينو ريسبتر هنا بيتا وهنا ألفا 2. ركز لي، فأكو تثبيط وأكو تفعيل. فالتثبيط قلنا أنه إذا ارتبطت به المادة راح يؤدي إلى تثبيط السي أي أم بي، ومن أمثلة هذه الريسبترات اللي تعمل على التثبيط اللي هي الألفا 2 والدي 2، بينما أكو ريسبترات لا تعمل على زيادة الرسبونس، زيادة مثلا تكوين السي أي أم بي. إذا زاد السي أي أم بي راح يزداد البروتين كاينيز المفعل، إذا زاد البروتين كاينيز المفعل راح يروح يسوي لي فد عملية بالجسم، أوكي؟ من أمثلة هذه الريسبترات اللي هي البيتا والدي 1 والإتش 2. مثل ما لاحظوا هذا الصورة فد ملخص يعني هلان على يعني الصورة من عندي مو من ملزمة. الألفا 1 تيب يعني النوع الأول ألفا 1 قلنا هو شو يعتبر؟ أجونست مو لا يعني مفعل ستيميليتنج. من أمثلة الأدوية اللي تفعل لي الألفا 1 اللي هي الفينيلفرين. الفينيلفرين اذا اتصل بالالفا 1 راح يسوي لي يفعل لي الالفا 1. ايش راح يسوي لي بي؟ راح يزيد لي السي اي ام بي فرضا، اوكي والى اخره. هسه الالفا 1 شو يعتبر؟ يعتبر جي بروتين ستيميليتنج، يعني يعمل على زياده السي اي ام بي، يعني يعمل على زياده الفعاليات داخل الخليه، اوكي الريسبونس. هسه جاي اقرا بس بهذا الجدول وهذا الجدول، هذا الجدول عفوليه. الالفا 2 ايش قلنا هي جي بروتين انهبيتر، يعني اذا اتصلت فيها فد ماده مثل الكلايدين، اذا اتصلت بيها فد ماده بالالفا 2 راح تعمل على تثبيط تكوين شو اسمه السي اي ام بي. بالتالي اذا تثبط تكوين السي اي ام بي بعد ما راح اسوي اكو ريسبونس داخل الخليه هيجي. البيتا هي البيتا 1 2 الى اخره، هاي البيتا شو تعتبر؟ تعتبر شو اسمه ستيميليتنج، اذا اتصلت فيها فد ماده معينه مثل الايزو بريتونيول ايش راح تسوي؟ راح تحفز لي السي اي ام بي، تكون لي سي اي ام بي جديد، تمام؟ على مود شنو؟ على مود تسوي لي فد ريسبونس داخل الخليه. الدوبامين اللي هي دي شو اسمه عنده دي 1 ودي 2، دي 1 شو يعتبر؟ قلنا يعتبر ستيميليتنج، بينما دي 2 يعتبر انهبيتر. هذا بالنسبه للاجونست، يعني شوفوا ذن الانواع مالتهم. نجي هسه للمقارنه بين جي 1 وجي 2، جي العفو جي اس وجي اي، هذه ذكرناها احنا، قلنا جي اي
جي اس العفو اللي هي ستيموليتنج، اذا ارتبطت فيه بالماده راح يحفز لتكوين السي اي ام بي، تمام؟ واذا تكون السي اي ام بي معناها انا راح ازيد التفاعل بهذا الخليه. والجي انهبيتر هذا لا، ايش يعتبر؟ يعتبر انهبيتر، يعني اذا ارتبطت بيه فد ماده راح تعمل على ابقاء السي اي ام بي غير نشط، ابقاء الادينين سايكلايز غير نشط، تمام؟ يعني ما اسوي تفاعل داخل الخليه هذه. وخذنا عليها امثله. بعد هسه نجي من الادينين سايكلايز. الادينين سايكلايز يقول انه هذه تتنشط، الادينين سايكلايز نفس ما قلنا من ساعه، هي ماده خامله موجوده بالخليه. اذا طبعا دائما داخل الخليه اكو ريسبترات، سواء كانت جي بروتين ستيموليتنج او جي بروتين انهبيتر، يعني مختلف الريسبترات موجوده دائما داخل الخليه. هذه الادينين سايكلايز موجوده بصف من صف الغشاء البلازمي، تمام؟ هذه الادينين سايكلايز تكون نشطه غير نشطه العفو بالحاله الطبيعيه، غير نشطه. اذا اتصلت في ماده معينه بمن بتجي بروتين ستيموليتنج ريسبتر مالت الخليه، هذا بعد ما يتفعل جي بروتين ستيموليتنج ريسبتر راح يروح ينشط لي شنو؟ ينشط لي الادينين سايكلايز على مود تكون السي اي ام بي، والسي اي ام بي فعل البروتين كاينيز، والبروتين كاينيز يروح يشوف لي شغله شنو هو. لكن اذا اتصلت ماده بيمن بتجي بروتين انهبيتر، جي بروتين انهبيتر، فبهاي الحاله جي بروتين انهبيتر راح يروح للادينين سايكلايز راح يثبطها، ما يخليها تكون سي اي ام بي، بالتالي ما راح اقدر انشط البروتين كاينيز، بالتالي راح اثبط العمليه مالت من يعني عمليه معينه بالخليه. كانه هسه انا اريد اسوي فرضا اضرب لكم مثال، كانه هسه انا اريد اسوي برولايفريشن او اسوي يعني تضاعف بالخلايا، انا اريد خمس نسخ من الخلايا. اجيت لهاي الخليه يابا انا اريد عندي خمس نسخ من الخلايا، ايش طلبت من عندي؟ قاعد اريد تجيبوا لي ليجند، هذا الليجند يرتبط بالريسبترات مالاتي اللي هن ستيموليتنج محفزات، قلنا له راح نجيب ايش ليجند، جبنا له ليجند ارتبط به الليجند ويعمل ويا جي بروتين ستيموليتنج، اوكي؟ بعد ما ارتبط بيها هذا جي بروتين ستيموليتنج تحفز، تمام؟ ما اعرف اذا هناك صوره هسه ولا انا شرح لكم اياها سابقا. المهم هاي هنا ارتبط لي الليجند ويعمل ويا جي بروتين لينكد ريسبتر اللي هو ستيموليتنج بالتحديد يعني المحفز، فبعد ما تفعل جي بروتين لينكد ريسبتر انفصلت بيتا عن جاما، العفو بيتا وجاما علماً عن الالفا، الالفا وين راحت؟ راحت للادينين سايكلايز اللي هي هذا الادينين سايكلايز، اوكي؟ ايش راح اسوي؟ راح تنشطها على مود تكون لي السي اي ام بي. اذا تكون السي اي ام بي، السي اي ام بي بعد ذلك راح ايش يسوي لي؟ ينشط لي بروتين كاينيز. اذا نشط لي بروتين كاينيز بهاي الحاله البروتين كاينيز راح يروح للنواه يقول لها يابا ترى بيقول ما عندك خمس نسخ. اشتغلت النواه سوت خمس نسخ، كم من الخمس نسخ مو؟ فرضا ايش راح يصير؟ شو تقول النواه الام؟ تقول يابا ترى انا كملت خمس نسخ، تعرف بطول هاي العمليه شو يجيني؟ يجيني ليجند العفو، هذا الليجند وين يرتبط لي؟ يرتبط لي بجي بروتين انهبيتر مثبط، تمام؟ مثبط بهاي الحاله، ايش راح يسوي هذا المثبط؟ راح يروح للسي اي ام بي العفو للادينين سايكلايز يثبطه، بعد ما يخليه ينتج لي شنو هو؟ سي اي ام بي، سي اي ام بي بعد ما راح يقدر ينشط البروتين كاينيز، البروتين كاينيز بالتالي راح يوقف العمليه مات التضاعف. وضحت السالفه هسه؟ يعني واحد يشتغل عكس الثاني، بس العمليه هذه اللي ذكرتها الثاني مو معناها انه تصير تتم داخل الخليه بهذا الشكل، لا، هاي بس بدي اوضح لكم انه هذا شغله عكس هذا. والا يعني مو معناها جي بروتين انهبيتر يثبط لي شغل جي ستيموليتنج، مو هيك شيء، لا، الجي ستيموليتنج اصلا هو مؤقت ويا ما يكمل شغله قبل يجي فيدباك، هاي ذكرتكم اياها بالمحاضره السابقه، يجي فيدباك مثلا هذا جي بروتين تفعل وتنشط لي هذه كليتها، سويت خمس نسخ يجي اكو فيدباك نكتب فيدباك منين؟ من النواه فرضا، المن يجي لي يضربني الادينين سايكلايز، يقول لك كافي ما عاد ما اريد الادينين سايكلايز، بهاي ايش راح يسوي؟ راح يطرد لي الالفا 1، راح يطرد لي الالفا 1، هذه الالفا 1 وين راح ترجع؟ ترتبط بالبيتا والجاما، ورا ما ارتبطت بالبيتا والجاما راح تطرد لي الليجند اللي برا وترجع لامور طبيعيه، يعني هو الستيموليتنج هو يثبط نفسه، اوكي؟ من يكمل الشغل هو مؤقت، شلون هسه الطباخ من يتعقدها وتروح؟ هو وحده يطفي نفسه، لكن هسه بس ضربت لكم مثال انه وحده تكون عكسها وحده تكون شغلها عكس الثانيه. هذا بالنسبه للجي بروتين الادينين سايكلايز شلون يتنشط وشلون يثبط. اوكي. هسه نجي لمن الدور؟ نجي الى
السايكل اوف ذا سي اي ام بي او اي ام بي بشكل عام، شلون يجي يتنشط، شلون ايش يصير بيه، ما يصير بيه بالي. بالحالة الطبيعية يعني هسه البروتين كايني مو يعني البروتين كاينيز بالضبط، نقول السي اي ام بي من اريد انا نشطه على مود نشط البروتين كاينيز، بهاي الحالة ايش راح اسوي يعني؟ شوف انا البروتين كاينيز يقول السي اي ام بي هذني البروتين كاينيز بهذا الشكل يكون مكون من اربع جزيئات. جزيئات اثنين نسميهن بالريجوليتوري سب يونت، يعني جزيئات منظمه. شنو هذه الجزيئات المنظمه؟ يعني هي اللي تستقبل الإيعاز. والجزيئات الثانيه انهم اربعه، اخذنا اثنين وذني اثنين البقيه، ذني لا ذني مثل الانزيم او مثل يعني المرسال، اذا تنشطت الريجوليتوري سب يونت راح تؤدي الى تنشيط ذني اخواتها الاثنين البقيه اللي هن راح يروحن يشتغلن للشغل. تمام السالفه هسه وضحت؟ شوف انا هسه عندي هذا البروتين كاينيز اي اريد انشطه، شلون انشط البروتين كاينيز اي؟ راح يجيني السي اي ام بي، على الاقل السي اي ام بي يكون لازم ثلاثه اكثر من اثنين على مود ينشط لي البروتين كاينيز. اوكي يجيني السي اي ام بي، وين يرتبط لي؟ يرتبط لي هنا بالريجوليتوري سب يونت مالت من؟ مالت البروتين كاينيز اي، يرتبط كل اثنين سويه، يعني هنا وهنا وهنا وهنا، كل سب يونت وحده، كل ريجوليتوري سب يونت وحده يرتبط بها اثنين سي ام بي سي اي ام. اوكي بهاي الحاله بعد ما ارتبطن ايش راح يصير؟ راح تنفصل هذا ذن الريجوليتوري سب يونت، راح يدزن اخواتهن اللي هن كانت متصلات بصفهن ذني ينشطنهن يسوونهن اكتف ذني. شوفوا بعد ما نشطنهن ذني اللي صار اكتف راح يروح يشتغلن للشغل. يعني البروتين كاينيز هسه هم انفصل، هم انفصل اثنين، شلون انشطه؟ اجيب له سي ام بي اربطه بي، وين يرتبطن؟ بالريجوليتوري سب يونت. هذا الريجوليتوري سب يونت من يتفعل راح يسوي اخواته الاثنين البقى ذني اللي باللون الوردي راح تنشطهن، من يتنشطن راح يروحن يشتغلن شغلهن. السب يونت تبقى بمكانها، الريجوليتوري سب يونت تبقى بمكانها لحد ان اخواتها يكملن الشغل. يجي شو يقول لها؟ يقول لها يا بت راح نكملن الشغل، يقول لها الريجوليتوري سب يونت. بهاي الحاله الريجوليتوري سب يونت راح تطرد السي اي ام بي، تقول لها كاف كمل الشغل انا روح عني هيك. يعني هذا بالنسبه للتنشيط. زين هذا هم كمثال ثاني او كمراجعه للي اخذناه كليته، ان اول شيء يرتبط له هنا جي ريسبتر. اوكي ورا ريسبتر يتنشط الادينين سايكلايز، الادينين سايكلايز راح يكون السي اي ام بي. اوكي والسي اي ام بي راح يجي السي اي ام بي هيك، ورا ما اجي راح ينشط لي البروتين كاينيز اي. اوكي ذن اللي باللون الازرق هنا شنو هو؟ هنا الريجوليتوري سب يونت، وذن اللي باللون البنفسجي هنا عباره ان اكتيف ان اكتيف سب يونت، ذن اللي ام الشغل ام الشغل الكاتالايك سب يونت نسميها سي اس. يعني شنو كاتالايك سب يونت؟ اوكي هي مثل الانزيمات يعني المحفزات. بعد ما ارتبط السي اي ام بي ويا من؟ ويا ذن الريجوليتوري سب يونت ذن الزرق. شو راح يسوي البروتين عفوا الريجوليتوري سب يونت؟ شو راح يسوون؟ راح يطرد لي الذني، مو يطرد لي وانما يفعلنهن. شوفوا ذني من لون احمر صار او بنفسجي تحول الى لون اخضر، يعني صار النشاطات. ذني شو راح يسوون؟ راح يروحن يشتغلن شغلهن، كانه يحفز لي الجروث فرضا، كانه يسوي لي ستريس ريسيستنس والى اخره، يعني هذا شغلها كل وحده وشغلها. زين هنا نجي لما نجي الى مثال ثاني على الاشياء اللي تتحفز داخل الخليه اللي هي الفوسفولايبيز سي. شنو هذا الفوسفولايبيز سي؟ خلينا نجي هسه احنا لحد الان اخذنا شغل الجي بروتين كليته. اوكي شلون يجي وشلون يحفز البروتين كاينيز والى اخره. هسه نجي من الفوسفولايبيز سي. شنو هذا الفوسفولايبيز سي؟ تقريبا هو نفس الطريقه اللي جاي نشتغل بها احنا. هذا يقول كاتالايسيس ذا كليفج اوف ذا ممبرين فوسفوليبيد اي بي 2، يحولها المن الى اي بي 3 اند دي اي جي. شنو هذه؟ تتذكرون بالسيشن الخامس مالت الام ار باللكتشر الثاني مال تنظيم الكالسيوم داخل الجسم داخل الخلايا، ايش قلنا؟ كان عندنا اكو ما يعرف بالاي بي 2 والاي بي 3. الاي بي 3 اللي هو كان عباره عن ريسبتر، وين موجود؟ موجود على السطح مالت من؟ مالت الشبكه الداخليه، الشبكه الاندوبلازميه الروتيكولم. ايش راح يحفز لي هذا الاي بي 3؟ راح يحفز لي خروج الكالسيوم من 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 داخل الروتيكولم الى خارج الروتيكولم، على مود شنو؟ على مود مثلا يحفز الكونتراكشن مالت العضله والى اخره، مو هيك الاولى. تذكرون الاي بي 3؟ هسه هنا نفس الشغل. هنا هسه ايش راح نحكي؟ راح نحكي شلون تنشط للاي بي 3 على مود يطلع لي الكالسيوم من داخل الروتيكولم الى السايستول، مو هيك؟ هنا راح نحكي على كيفيه شغل الاي بي 3.
قبل اخذنا بس الاي بي 3 شنو هو شغله وشنو هو يعني ايش راح يسوي لي. هسه لا ناخذ تنشيطه وتثبيطه وشغله همين. فشي يقول اكو عمليه نسميها بالفوسفولايبيز سي اللي هو عباره شلون الانزيم هذا الانزيم شو يسوي لي يلقى على سطح الممبرين على الممبرين ريسبتور عفوا على الممبرين مات الخليه يلقى ما يعرف بالاي بي 2 يجي هذا الفوسفولايبيز يحول الاي بي 2 الى اي بي 3 هذا الاي بي 3 راح يشوف شغله مباشره وين يروح لي يروح الى الروتيكولوم وراها راح يطلع لي الكالسيوم من داخل الروتيكولوم الى من الى السيتوسول او السيتوسول زين هذا كمثال عليه. هسه شوف اجى هذا الفوسفو اجتني فد اعاز معين تمام اعاز يعني مثل ما نقول ليجا ارتبط بريسبتر ايش راح يفعل لي قبل كنت افعل الادينيل سايكلايز مو شيء قبل من يجيني جي بروتين يتنشط جي بروتين عندي هذا الجي بروتين يجي شو فعل لي فعل لي الادينيل سايكلايز الادينيل سايكلايز راح يكون لي سي ام بي سي ام بي راح يكون لي شنو هو يكون لي بروتين كاين يفعل لي البروتين كاينيز البروتين كاينيز يشوف شغله. هسه اختلفت الطريقه شويه اذا ارتبط لي فد ليجند ويا من وي ريسبتر راح يفعل لي شنو هو يفعل لي ما يعرف بالفوسفولايبيز سي اللي هو انزيم يفعل لي اذا تفعل الفوسفولايبيز سي ايش راح ينطيني راح يحول لي اول شيء الاي بي 2 المن الى اي بي 3 هذه الاي بي 2 او البي اي بي 2 نفس الشيء المن الى اي بي 3 هذا الاي بي 3 ايش راح يسوي ها قلنا مو بس اي بي 3 إن اي بي 3 وكذلك دي اي جي اي بي 3 ودي اي جي هسه راح نعرفها احنا هذا الاي بي 3 ايش راح يسوي لي الاي بي 3 راح يجي المن الى الروتيكولوم مو هذا الروتيكولوم الروتيكولوم بداخل شيكو بداخل اكو كالسيوم تمام بداخل اكو كالسيوم هو اكو قناه بس هاي القناه ما مفتوحه لازم افتحها القناه اللي موجوده وين اللي موجوده بالروتيكولوم فانا راح اجيب الاي بي 3 اخليه يتصل بهذا القناه بعد ما اتصل انفتحت القناة من انفتحت القناة طلع لي الكالسيوم من داخل الروتيكولوم المن الى السيتوسول الى السيتوسول نفس هذا اوكي بهذه الحالة طلع الكالسيوم وين راح يروح الكالسيوم الكالسيوم راح يروح الى بروتين كاينيز همينه تمام هذا البروتين كاينيز بالكالسيوم يتنشط يصير اكتيف تنشط الكالسيوم البروتين كاينيز ورا ما تنشط البروتين كاينيز راح يروح يشوف شغله كانه كونتراكشن يسوي لها العضله وحسب المكان اللي موجود به. فهسه الفرق بين هذه العمليه والعمليه اللي اخذناها السابقه، هذا طبعا الكلام نفسيته هذا اللي هنا حكيته، نفسيته اللي موجود هنا. نفس الشرح هنا موجود. طبعا الكلام هسه اللي فرق بين الكلام اللي حكيناه ويا جي بروتين مالت السايكلايز سي ام بي وبين هذا الكلام انه شنو هو؟ انه قبل هنا هسه نكبرها هنا راح اسوي هسه مقارنه. اوكي؟ ايش عندي هنا قبل؟ قبل اكو ريسبتر. هذا الريسبتر يرتبط بي ليجند اذا ارتبط بي ليجند ايش راح يسوي لي راح ينشط لي جي بروتين اوكي هنا هم انا عندي ريسبتر هذا الريسبتر اذا ارتبط بي ليجند راح ينشط لي جي بروتين فرضا اوكي زين هذا جي بروتين ايش يسوي لي يشيل المن الى ما يعرف بالادينين سايكلايز ادينين سايكلايز ينشط لي اياه المن يحول لي يحول لي الى سي اي ام بي هذا وين راح يجيني راح يجيني الى ما يعرف بالفوسفو لايبيز سي انزيم هذا الانزيم اذا تنشط ايش راح يسوي لي راح يجي لي ايش يكوي لي يحول لي الاي بي 2 الى اي بي 3 اوكي لهنا هذا هنا من بهاي الجهه سي اي ام بي ايش راح يسوي لي سي اي ام بي راح يروح ينشط لي بروتين كاينيز والبروتين كاينيز راح يروح يشوف شغله اوكي هنا الاي بي 3 ايش راح يجي راح يجي الى قناه هذه القناه موجوده على الروتيكولوم راح يرتبط بها يحفز له خروج الكالسيوم الكالسيوم اللي راح يخرج راح يروح المن راح يروح الى بروتين كاينيز ينشط ليها هذا الفرق بين هذه العمليه وهاي العمليه زين نجي هسه المن الدور للسايكل او السايكل مالت من مات الجي اي ام بي فوسفو استرايز هذا شنو هذه هذه هم تقريبا تشبه ذنيجة هم تقريبا نفس الشغل ونفس ال... هو هنا عندي جي اي ام بي هناك كان عندي سي اي ام بي مو هيجي هنا جي ام بي هناك سي ام بي او الاي ام بي العفو حسب الاختلاف يعني بس شو يقول سايكليك جي سايكليك جي ام بي فوسفو استرايز از سبيشلايزد ميكانيزم فاوند ان ذا فوتو رياكت ريباكتيف او ريسبكتيف العفو سيل اوف ذا ريتينا وين موجوده هسه هذا الجي ام بي وين موجوده متخصصه بمن فقط انه هي متحسسه لللايت متحسسه للضوء وين موجوده بالرتينا
حلو بالروتينة موجودة. شو راح أسوي؟ هذه تنظم لي تكسير السكند مسنجر سايكليك جي أم بي فوسفوستريز بواسطة منه، بواسطة الجي بروتين تي اللي هو الترانس داكشن أو ترانس ديوسين نسميه. إحنا جي بروتين ما أخذنا بيه أنواع، مو لولا أخذنا بيه أنواع ستوميليتينج اللي هو الأس والآي وهذا التي النوع الثالث من جي بروتين. فالنوع الثالث من جي بروتين أخذناه بالسشن السادس أنه موجودة بالروتينة، هذا أخذناها بالروتينة. شو يقول؟ يقول أنه هذا بالروتينة إذا تفعل لي الرسبتر، هذا الرسبتر راح يروح ينشط لي جي أم بي فوسفوستريز دي أستريز العفو. هذا ايش راح يسوي لي؟ راح يروح يسوي ينظم لي تكسير من تكسير سي جي سي جي عفوا جي ام بي تمام بواسطه منو؟ بواسطه جي تي اللي هو هذا يعني جي بروتين. هسه راح نشوف هنا بالصوره مثل ما نلاحظ. نجي هنا كمثال عليها مات من مات الجي اس، هذا نفس الجي اس اللي اخذناه مات الاكتيفيشن مثال نفس شرحت لكم اياه السؤال. خلينا نجي هنا نقرا. نجي هنا بالنسبه للتنشيط واعاده الدوره مات من مات الجي ام بي والى اخره. هسه انتم عرفتوا شنو هو الشغل مال الجي ام بي، انه هو نفس شغل الجي تي بي العفو السي اي ام بي، هذا الجي ام بي نفس شغل السي اي ام بي، وهذا بس هذا الجي اي ام بي وين موجود؟ موجود بالروتينه اول شيء، ومنشط له بروتين كانيز ويثبط له بروتين كانيز وبريك داون هذا، وعلى مود اسوي سنسيتيفيتي لمن للضوء. يعني مثلا من انا اشوف انضوى راح بالداخل اكو ريسبترات، نعرف احنا بالعين اكو ريسبترات، فهذا الريسبترات نوعها جي تي اللي هي ديوسين ترانسديوسين جي بروتين ريسبتر. اوكي هذا ايش راح اسوي لي؟ راح تنظم لي تكسير من تكسير السكند مسنجر اللي هي سايكليك جي ام بي. اوكي على مود شنو؟ على مود يصير اكو احساس للضوء الى اخره، يعني هو شغلها بعد بس تعرف مكانها وشنو شغلها، بس تطبيقها وشغلها نفس الجي بروتين اللي اخذناه بالستوميليتنج هسه بدايه السيشن. اوكي هسه نجي من السايكليك اوف ذا جي بروتين دي اسويشن اند اسويشن، يعني الارتباط وفك الارتباط. خلينا نشوف شنو هذا، يعني الدوره مالته الكامله. هسه احنا ما لنا علاقه بالكتابه، خلينا نجي اشرح لكم هنا شرح ونفس الشرح اللي موجود بالكتابه. شو يقول؟ يقول بالبدايه يجيني جي تي بي. اوكي هذا جي تي بعد ما ارتبط لي يعني الريسبتر ارتبط بي ليجند، وهذا الليجند اجى حفز لي تفعيل الجي بروتين. اوكي هذا الجي بروتين اذا فعلته شلون افعله؟ ايش قلنا شلون نفعل الجي بروتين؟ يتجيني جي تي بي ترتبط له ويا البروتين، والجي دي بي تروح عن الجي بروتين. تمام يتنشط الجي بروتين بواسطه اضافه الجي تي بي. فهسه انا عندي هذا الجي بروتين غير نشط بي جي دي بي، جي دي بي ما تنشطه، ايش اجيب له؟ اجيب له جي تي بي. من ادخل له جي تي بي راح المن يتحول الى بروتين نشط او جي بروتين نشط، اما جي دي بي فراح نطردها. تمام هسه الامور اللي هنا تمام. اوكي تنشط لي هذا، من يتنشط له جي بروتين هو بي ثلاثه صب يونت الفا بيتا جاما، بيتا وجاما راح يبقان بمكانه، بيتا وجاما راح يبقان بمكانه. تمام الالفا ضربناها كمثال بالسياره اللي راح تروح للسوق، مو الالفا صب يونت راح اشيل وياها الجي تي بي وتروح المن تروح للادينين سايكلايز، شالت الجي تي بي وراحت المن الادينين سايكلايز اللي هو هذا الادينين سايكلايز، راح تنشط لي اياه. من تنشط لي اياه ايش راح تنطيني بي؟ راح تنطيني هذا الالفا. الالفا شلون تنشط الادينين سايكلايز؟ راح تعطيها جي تي بي للادينين سايكلايز، يعني سوي له فسفره. اوكي الجي تي بي راح تتحول من الالفا المن تروح للادينين سايكلايز. زين هسه الالفا من انطت الجي تي بي مالتها، الالفا من انطت الجي تي بي مالتها ايش راح يبقى عندها؟ يبقى عندها بس جي دي بي، بالتالي رجعت ان اكتف. وين راح ترجع؟ راح ترجع لاخواتها ترتبط بعد، هي هذه انتهى شغله بس وصلت للجي تي بي انمن للادينين سايكلايز، راح ترجع لاخواتها ترتبط بهن اللي هن من هي؟ البيتا والجاما، وترجع لي جي بروتين غير نشط. تمام؟ هي تشتغل مثل الناقل. وضحت السالفه هسه؟ بينما الادينين سايكلايز اللي تنشط واللي اخذ لي جي تي بي من هي من السي من الالفا سب يونت راح يتحول المن؟ راح يتحول الى ادينين سايكلايز. اوكي العفو يتحول الى سي اي ام بي، والسي اي ام بي راح ينشط البروتين كاينيز، والبروتين كاينيز ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي شغله.
هيك هذه هي كل العمليه اللي اخذناها. بقى بس شغلتين، انه هذه العمليه تتنظم مال جي تي بي يفعل لي الجي بروتين، تتنظم بواسطه فاكتور، هذا الفاكتور نسميه بالجي اي اف، هذا اللي موجود قدامك هنا جي اي اف، هذا كفاكتور يعمل على يعني شلون مثل ما قلنا ينظم لي العمليه، والباقي كل الكلام نفس اللي شرحت لك اياه يعني. زين نجي هناك مثال اللي هو بعد ما تنشط البروتين كاينيز، البروتين كاينيز ايش راح يسوي لي اذا تنشط؟ تمام، راح اعرفه ايش راح يسوي لي، وين راح يروح. بالنسبه للمراجعه الطريقه هذه كليتها، شوف اول شيء اتصل لي فد ليجن بالريسبتر، بعد ما تفعل الريسبتر راح يفعل لي الجي بروتين، هذا الجي بروتين اللي باللون الاخضر، الجي بروتين يرتبط بالادينين سايكلايز اللي باللون الجوزي، كولت لي ما يعرف بالسي اي ام بي، والسي اي ام بي راح لمن؟ راح لي الى ال الى شو اسمها هي هذه البروتين كاينيز، ارتبط هنا وهنا هنا وهنا وهنا وهنا، اوكي مثل ما تلاحظون بهذه الحاله ارتبط، بعد ما ارتبط ذني الجزيئات الزرق الاثنين صارن اكتف، هذا من هو؟ هذا مالت من؟ مالت البروتين كاينيز، البروتين كاينيز هسه تنشط، وين راح يروح البروتين كاينيز حسب شغله، هسه بعد ما تنشط البروتين كاينيز راح نشوف وين شغله وين راح يروح، احنا قلنا شغله هواي بس هسه كمثال راح ناخذه وين راح ناخذه علما كانه يريد يسوي لي برولايفريشن وين؟ بالخليه، فاذا يريد يسوي لي برولايفريشن وين راح يروح؟ راح يروح للنواه على مود الدي ان اي، فبهاي الحاله لازم يدخل النواه، فعن طريق من يدخل النواه؟ احنا مثل ما نعرف انه النواه هي شيء وبها فدبور يعني فتحات، مو هيك شيء ولا بها فتحات، هاي نسميها بالبور، فهذه وحده من البورات، هذه هي هذه كالبور مالت مثل النواه، اوكي؟ فهنا هسه دخل لي شو اسمه الكاتلايت يخصب بيونت مالت من مالت البروتين كاينيز، اي ذن الزرق اللي متفعلات، دخل لي الى داخل النواه، بعد ما دخل لي الى داخل النواه راح يرتبط لي بما يعرف بالان اكتف سي ار اي بي، هسه ذن سي ار اي شنو معناها؟ معناها هذا السي الاولى هي هاي السي ار اي بي، اوكي السي الاولى جايتني منين؟ جايتني من بدايه السي اي ام بي، هي مو سي اي ام بي، بدايتها مو سي، خلوا السي هنا. الار جايتني من ريسبونس كلمه ريسبونس، والاي جايتني من كلمه اليمنت، والبي جايتني من كلمه بيندينج بروتين، معناها شنو هو؟ معناها سي اي ام بي ريسبونس اليمنت بيندينج بروتين، هذا الاختصار، اوكي اللي هو هذا. زين فالمهم هسه على قضيتنا، وين قضيتنا؟ انه هذا الجزء مال البروتين كاينيز اي اللي هن الكاتالايك صب يونت ذن الزرق، وين راح يرتبط لي؟ راح يرتبط لي بيبن بالسي ار اي بي، حلو سي ار اي بي، هذا السي ار اي بي ايش كان؟ كان ان اكتف، بعد ما ارتبطت بهذه الصب يونت اللي هي الكاتالايك صب يونت الزرقاء راح يصير يتحول الى اكتف سي ار اي بي، هذا السي ار اي بي بعد ما صار اكتف وين راح يرتبط لي؟ راح يرتبط لي يعني مثل الريسبتر ثاني، مو ريسبتر وانما فد ماده ثانيه، هذه الماده شو نسميها الثانيه؟ نسميها بالسي ار اي بي بندق بروتين، كمختصر الها السي ار اي بي نعتبرها كلمه واحده، ناخذ من عندها اول حرف اللي من هو السي، اخذنا السي، وهاي الصابونه اللي ارتبطت بها نسميها بندق بروتين، فناخذ من عندها بندق هاي البي وبروتين هاي البروتين، صارت سي بي بي سي بي بي، اوكي هذه ماده ترتبط وياها ترتبط بالسي ار اي بي، وضحت؟ بعد ما ارتبطت راح تروح تنشط لي الجينات مالت البروتين، تمام؟ وشنو صار عمليه الاكسبرشن وتحفز لي مثلا الانشيشن اوف ذا دي ان اي ريبليكيشن والى اخره، وتصير عمليه التكاثر بعدها. هسه وضحت السالفه ان شاء الله، ما بها فد شو اسمه اي شيء معكر، هي شويه معكره لكن شويه المختصرات بس تحفظها. هسه جي بروتين الاكتيفيتد ارتبطت ويا من؟ ويا السي ار اي بي، السي ار اي بي ارتبطت لي ويا ماده ثانيه نسميها بالسي ار اي بي بيندنج بروتين، واختصارها سي بي بي، هذا السي بي بي بعد ما ارتبطت بالسي ار اي بي راح تاثر لي على الجين وتسوي لي بي اكسبرشن، يعني تنشط لي اياها على ما يسوي الى اخر الشغله هذا. هذا الكلام هسه اللي قلناه هنا، هذا الكلام اللي مذكور كلية الكلام ذاكرنا سابقا احنا. هنا شو يقول لك؟ يقول لك انه جي ستوميليتنج الفا ترتبط ويا جي تي بي ايز، وراح تروح علما للادينين سايكلايز تنشطه، ورا ما تنشط راح تكون السي اي ام بي، ورا ما تكون السي اي ام بي، السي اي ام بي شو راح يسوي له؟
راح يعني يفعل البروتين كاينيز. شلون يفعل البروتين كاينيز؟ يصير بعمليه هيدرولايزز، سي اي ام بي هيدرولايزز، يتنشط يعني يصير بها هيدرولايزز باي من باي فوسفو استرايز. هذا الفوسفو استرايز راح ينشط لي البروتين كاينيز، والبروتين كاينيز راح يشوف شغله. نفس الكلام اللي ذكرتكم يا سابقا. نجي هنا للسيجنال امبليفيكيشن، هذه هم عرفناها احنا سابقا. سيجنال امبليفيكيشن شنو معناها؟ معناها هي تضخم الاشاره. شنو تضخم الاشاره؟ قلت لكم انا مثلا سي اي ام بي موجود بداخل الخليه، لكن سي اي ام بي من موجود بداخل الخليه ما راح يقدر يسوي لي شغل الا اضخم الاشاره. اوكي، شلون؟ ضربت لكم مثال على المدير، مدير المكتب. اذا انت كنت مدير المكتب وجاك مواطن انت تنطيه وثيقه، راح تعطي اوراق او ختومات وكذا او شيء، يلا توديه للمدير العام. المدير العام نشوف عنده اوراق هواي، معناها شنو هو؟ معناها هذا جاهز للشغل. لكن نشوف عنده بس اوراق قليله، يقول له عم انت وين كنت؟ تروح للمكتب مال المدير يعني على ما يعطيك اوراق لا تجي للمدير العام يشتغل لك. اوكي، للمانجر. زين، فهنا شو يقول لك؟ يقول لك انه اكو بداخل الخليه اكو سي ام بي فرضا، اكو بروتين كاينيز، لكن هذا البروتين كاينيز كميته مو كافيه، او السي اي ام بي كميته مو كافيه على مود ينشط البروتين كاينيز فرضا، يعني كميته على الابليكيشن شنو معناه. فمن يجي لي كميه، حتى لو كميه صغيره مثلا من هرمون معين، ليجند معين، كانه الادرينالين، الادرينالين راح يرتبط لي بالليجند، ورا ما ارتبط لي عفوا بالريسبتر، ورا ما ارتبط لي بالريسبتر، الريسبتر راح يتنشط، نشط الادرينين سايكلايز، راح يكون لي كميه من السي اي ام بي كبيره. هذا سي اي ام بي بعد ما تكونت بكميه كبيره راح تقدر تنشط البروتين كانيز، والبروتين كانيز راح يشوف شغله. فهو كل ما كثرت الكميه كل ما زال عندي تفاعل. هنا ايش يقول لك؟ هنا اعطاك فد صوره مشاريه، مو مشاريه ما ادري شنو يعني، فد صبغيه، يقول انه هذا هسه عباره عن خليه. هذا الخليه شوفوا، هذا سي اي ام بي يكون بشكل ملون. يقول قبل التنشيط السي اي ام بي يكون قليل جدا، تقريبا مقداره 5 في 10 اس سالب 8. لكن بعد ما انا انطي ستيميليشن مثلا بواسطه الادرينالين او اي كميه ثانيه، ورا 20 سكند، ورا 20 سكند الاحظ انه سي ام بي قد صار. شوفوا هذا سي ام بي، كلها الماده الملونه مو الزرقاء، اي ماده ملونه معناها هذا سي ام بي. اوكي، فشوفوا سي ام بي قد صار بي ابليفيكيشن، قد صار بي تضاعف، تحول من 5 في 10 سالب 8 الى 1 في 10 سالب 6. اوكي، يعني شويه كثر سي اي ام بي، ورا ما كثر راح يقدر ينشط البروتين كاينيز ويشوف شغله بهذه الحاله. نجي هسه لما للانتراسيلولر كالسيوم. الانتراسيلولر كالسيوم احنا بعد ما اخذنا سجيب السي اي ام بي، سي اي ام بي شو اعتبرناه؟ اعتبرناه كانه سكند مسنجر، سكندري مسنجر، مو هيك الاولى. يعني سي اي ام بي راح يروح ينقل الاشاره من الجي بروتين ودي لها المن ودي لها البروتين كاينيز على مود ينشطه. من هو سكند مسنجر؟ سي اي ام بي. هنا لا، اكو خلايا تستعمل الكالسيوم كسكند مسنجر. اوكي، يعني هو اللي مسؤول عن التنشيط. شلون ما اخذناها من ساعه احنا مال اي بي 3 ما اي بي 3 نفسها؟ شو يقول؟ يقول بهاي الحاله لازم انت هسه مثلا من اعطيك اني مي، مو مي، اعطيك عصير فرضا، هذا العصير انت اول مره شاربه، من اعطيك اياه اول مره شاربه، من انت شربه كليته وهو حلو طيب وكذا، راح يصير عندك نشاط بسرعه، كانه تجي تكيف انت شارب شيء حلو، مو هيك الاولى. لكن لو يوميا اعطيك اياه، يوميا اعطيك اياه، يوميا اعطيك اياه، يوميا اعطيك اياه، راح تميل من عندك كانه مثل المي. اوكي، فما راح يصير عندك شيء جديد، تشربه كانه لا شيء. اوكي، فانا على مود انشطك انطيك شيء جديد، كل مره انطيك شيء جديد، يعني مثلا اجوعك لل او اعطشك للعصير، مثلا اليوم اعطيك ورا شهر يلا اعطيك، على مود شنو؟ على مود تبقى عندك فد رغبه له، من اعطيك اياه راح تتحفز، راح تفرح. اوكي، فالخلايا اللي تريد الكالسيوم يشتغل كانه سكند مسنجر مكان السي اي ام بي، لازم تنظم الكالسيوم اللي عندها، يعني تخلي الكالسيوم اللي عندها قليل. شلون هسه مثلا اجوعك للعصير او اعطشك للعصير، اوكي، على مود من تفتح مره ثانيه، من تريد تنشط نفسها وتنطي كالسيوم، راح تنطي الكالسيوم بدفعه كبيره، على مود الخليه من تشوف اكو كالسيوم تو جاي لها، تمام، كانه راح تتنشط. ليش؟ هي ما متعوده على الكالسيوم كل مره، ما متعود الكالسيوم يجيها كل مره، لكن اجاها هسه دفعه واحده، يعني عرفت انه لازم اكو فد اشاره، لازم اكو فد شيء راح يتفعل. لان ليش اجى الكالسيوم كليته هسه؟ اوكي، شلون هسه بالمدرسه، بالمدرسه او بالمدرسه بالكليه، انت اللي متعود عليه يوميا يجيك الدكتور ينطيك محاضره، فرضا طب العميل وطبت الاداره كليتها، العماده كلها طبت القاعه، شنو تحفزت انت؟ شكو صاير هيك؟ يعني هي صح موجوده، هي العماده موجوده يوميه، بس ما متعود انه يوميا طب للقاعه، تمام؟ فهسه الخلايا اللي تريد
تستعمل الكالسيوم كأنه هو سكين ماسنجر إلها، فبهاي الحالة لازم تحافظ على نسبة داخل الخلية قليل على مود من تريد تستعمله كسكن ماسنجر. الطلعة بكمية كبيرة، من الطلعة بكمية كبيرة الخلية راح تتفاجئ تقول هذا كالسيوم هواي، لازم أكو شيء، لازم أكو شيء راح يتفعل هيك يعني. أوكي، فبالنسبة للريجوليشن مال الكالسيوم فعندي ثلاث طرق. أما أطلع لي برا خارج الخلية على مود أحافظ على تركيز داخل الخلية قليل، لأن يعني لازم الخلية قليل، عن طريق منه عن طريق قناة اللي هي الان اي صود الان اي كالسيوم بامب، يعني يدخل الصوديوم، يدخل الصوديوم الانتيبورت العفو، يدخل الصوديوم يخرج الكالسيوم، فراح اخرج الكالسيوم الى خارج الخليه. هذه اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق الكالسيوم اي تي بي ايز، اللي هي تخرج الكالسيوم من داخل الخليه الى خارج الخليه. هذا صار طريقتين. الطريقه الثالثه اللي هي دخول الكالسيوم الى داخل الشبكه الاندوبلازميه، تمام؟ هذه ما اخذناها بالسيشن الخامس، يعني اجمع الكالسيوم داخل الشبكه الاندوبلازميه على مود افرغ السايستول. منين افرغه؟ من الكالسيوم. والطريقه الثالثه اللي هي الكالسيوم بندق بروتين، كالسيوم بندق، اكو بروتينات بالخليه ترتبط له بالكالسيوم وتحافظ عليه، تخليه بداخلها، بالتالي راح يقلل الكالسيوم اللي متطشر بالسايتوسول. بعد الطريقه الثالثه اللي هو يدخل الكالسيوم الى داخل الميتوكوندريا، يعني احتفظ بي بالميتوكوندريا واقلله بالسيتوسول. فهذه كليه العمليات تعمل على تقليل الكالسيوم اللي موجود بالسيتوسول او السيتوبلازم بشكل عام. اوكي، يعني اضمه بداخل محافظ. فمن اريد افعله، فقبل الان شو اسوي؟ اطلع الكالسيوم اللي من السيتوسول، من الريتيكولم، من البندق بروتين، من الميتوكوندريا، ادخله للداخل عن طريق الجي بروتين الكالسيوم اي تي بي ايز، يعني هاي يعكسها وهاي يعكسها فرضا يعني، تمام؟ فراح يدخل الكالسيوم كميات كبيره للسيتوسول، فمعناها راح يشتغل لك كاشاره. اوكي، فهسه المهم كمثال على ذلك، الكالسيوم اللي استعمله انا وين موجود؟ موجود بالانتروبي ان ذا هارت. شنو هي الانتروبي او الانتروبيك افكت؟ انتروبيك افكت معناها ياثر على الكونتراكتيليتي مال القلب. انتروبي افكت معناها ياثر على الكونتراكتيليتي مال القلب. اذا زادت الانتروبي معناها انا زيدت الكونتراكتيليتي، زيدت القوه مال الانكماش مال القلب او القوه مال تقلص عضله القلب. وإذا قلت الانتروبي معناها قلت الكونتراكشن مالت عضلات القلب. فشلون نزيد القوه؟ هي العضلات القلبيه مو عضله. اوكي، عضله ايش تستعمل على مود يصير كونتراكشن بيها؟ تستعمل الكالسيوم. اذا كان الكالسيوم هواي راح يصير كونتراكشن قوي، اذا كان الكالسيوم قليل راح يصير كونتراكشن ضعيف. مو هيك نعرف لو لا؟ اوكي، فكمثال على ذلك نستعملها بالقلب. الخلايا القلبيه ايش تسوي؟ تستعمل الكالسيوم كانه سكن ماسنجر، وهذه اخذناها وين؟ اخذناها قلت لكم بالسيشن الخامس، وشرحت لكم حتى على فيديو همينه. فكمثال العوامل او الليجندات او الهرمونات او السيجنال اللي تزيد للكونتراكتيليتي مال القلب، اللي هي مثل الادرينالين والنور ادرينالين، مو تشيلولا اللي هي السيمباثيك سيستم، راح يرتبط لي ويا ريسبتر. هذا الريسبتر راح يفعل لي الجي بروتين. الجي بروتين ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي يعني تفعيل المن للعفو بشغلتين يعني. اما يكون لي مثلا الاي بي 3 اللي من ساعه اخذناها، اوكي، وهاي الاي بي 3 راح تروح شو تسوي لي؟ راح تروح يعني تفتح لي قنوات الريتيكولم، وقنوات الريتيكولم راح تطلع الكالسيوم من داخل السيتوسول، او تروح تحفز لي شنو هو؟ تحفز لي الكالسيوم، قنوات الكالسيوم، فراح يدخل الكالسيوم من خارج الخليه الى داخل الخليه، بالتالي يزداد كميه الكالسيوم داخل الخليه بالسيتوسول، طبعا بالسيتوسول يعني منتشره، بالتالي راح يحفز الكونتراكشن مالت من عضلات القلب. كمثال على ذلك اللي هو الكونتروفي ان ذا هارت. الكونتروفي شنو هاي؟ عكس الانتروفي. هذه هي لها علاقه بمن؟ لها علاقه بالساينو اتريال نود، تمام، او الاس اي نود مثل ما نقول. هذه اللي مسؤوله عن الهارت ريت، مسؤوله عن الهارت ريت. اوكي، زين، شو يقول احنا مثلا كمثال راح ناخذ عليه اللي هو الاي سي اتش. الاي سي اتش اللي هو عباره عن ليجند، اللي هو الاسيتيل كولاين. الاسيتيل كولاين هو من الباراسمباثيك، طبعا نعرفه. فمن الباراسمباثيك ايش راح يسوي لي اذا اجاني الاي سي اتش؟ الاي سي اتش بعد ما يجي من الباراسمباثيك يرتبط له، يرتبط له بالخلايا القلبيه. اوكي، راح يحفز لي طبعا الريسبتر، نوع الريسبتر اللي موجود واللي يستقبل الاسيتيل كولاين نسميه يعني هو الجي بروتين ريسبتر، اللي هو الام 2 الموسكارينيك ريسبتر. اوكي، هذا الموسكارينيك ريسبتر يرتبط ويا من يرتبط ويا الاسيتيل كولاين، عرفناه. ورا ما ارتبط بالاسيتيل كولاين ايش راح يحفز لي؟ يشتغل شغل عكس من؟ يشتغل شغل عكس الكالسيوم، تمام؟ يعني الكالسيوم يقوي الكونتراكتيليتي. شلون قوى الكونتراكتيليتي؟ دخل الكالسيوم الى داخل القلب، الى داخل الخلايا القلبيه، قوى الكونتراكتيليتي.
هذا الاسيتيكولاين ايش راح يسوي لي؟ راح يرتبط بالموسكارانيك ريسبتر. الموسكارانيك ريسبتر راح تعمل على ادخال البوتاسيوم، كميه البوتاسيوم تدخل الى داخل الخليه، تمام؟ عن طريق شنو بروتين؟ عن طريق بروتين نسميه بالجي اي اللي هو الجي بروتين انهبيتر. بس تقول حسن ليش جي بروتين انهبيتر؟ لان البوتاسيوم اذا دخل الى داخل الخليه راح يعمل على تثبيط الساينو اتريال نود، بالتالي راح يصير سلو هارت ريت براديكارديا، معناها ثبطت شغل القلب، تمام؟ لذلك ارتبطت بجي اي يعني جي انهبيتر، تمام؟ راح يصير عندي هيبر بولاريزيشن، ما يصير عندي اكشن بوتنشال قوي، وبالتالي يصير عندي مثلا ضربات القلب طبيعيه، فراح تنزل ضربات القلب، تصير سلو بطيئه بهذا الشكل. اوكي، كمثال على ذلك همنا ريجوليشن اوف ذا انتروفي ان ذا هارت، هذا هم نفس الشغل، نفس اللي ذكرت لكم اياها من ساعه، انه ادخل الكالسيوم الى داخل ادخل الكالسيوم الى داخل السيتوسول عن طريق منه، عن طريق اول شيء الادرينالين يرتبط، ورا ما ارتبط الادرينالين انا ايش راح يحفز؟ راح يحفز الادرينين سايكلايز، والادرينين سايكلايز راح يروح يحفز لي شغلتين، اما يروح يحفز للقناه مالت من قناه مالت الكالسيوم اللي هي نسميها بالفي او سي سي قناه الكالسيوم، فيدخل الكالسيوم الى داخل الخليه. بعد ما دخل الكالسيوم الى داخل الخليه راح يصير كونتراكشن للقلب، والانتروفي راح تزداد، او اي الانتروفي راح تزداد، الانتروبيك افكت راح يزداد. اوكي، او الشغله الثانيه يروح يكون لي الاي بي 3 اللي مساء اخذناها، الاي بي 3 اللي راح تربط لي بشبكه الاندوبلازميه، وشبكه الاندوبلازميه راح تطلع لي الكالسيوم اللي بيها. اوكي، والكالسيوم اللي بيها اللي راح يطلع راح يسوي لي الكونتراكشن مالت القلب همينه. طبعا الفاس تقول امتى تتنشط هذه القناه، ويمتى تتنشط هذه القناه؟ هسه كمثال انت تقول انا هذه القناه يمتى انشطها، وهذه القناه يمتى انشطها مالت الاي بي 3، اخذناها بالسيشن اللي قبله مات القلب، يعني مات العفو مات السيشن الخامس، قلنا انه اول شيء اول تنشيط يصير الادرينالين والنور ادرينالين مرتبط بالبروتين ريسبتر، اوكي بالعفو بالريسبتر هذا، اوكي وهذا الريسبتر ايش راح يسوي؟ هذا الريسبتر باعتبار ستيموليتنج اللي هي البيتا، بيتا ادرينال ريسبتر، البيتا ادرينال ريسبتر من ساعه اخذناها بالبدايه باعتبارها جي اس جي بروتين ستيموليتنج، يعني تحفز لي مو تثبط لي. راح تروح المن للادينين سايكلايز، الادينين سايكلايز ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي سي اي ام بي، سي اي ام بي ايش راح يحفز لي؟ راح يحفز لي قناه الفي او سي سي اللي راح تدخل الكالسيوم للداخل، كميه الكالسيوم اللي راح تدخل للداخل هي باعتبارها 15% فقط او ممكن 20% من الكالسيوم اللي احتاجه على مود اسوي كونتراكشن للقلب. فبهاي الحاله ايش راح اسوي انا؟ يعني هاي ال 15% من الكالسيوم راح تروح المن؟ راح تروح تحفز لي القنوات مات الاي بي 3 اللي موجوده وين؟ اللي موجوده بالشبكه الاندوبلازميه. زين اي بي 3 ما عندي اصلا، فهذا ال 15% راح تروح لمن؟ للممبرين، للممبرين شو تسوي لي؟ تحفز القنوات مات الاي بي 3، اوكي والاي بي تتحول الاي بي 2 الى اي بي 3، فراح يجي الاي بي 3 يرتبط ويا من؟ ويا شبكه الاندوبلازميه. بعد ما ارتبط الاي بي 3 بالشبكه الاندوبلازميه راح يطلع الكالسيوم المختزن بالشبكه الاندوبلازميه للسيتوسول. ايش قد احتاج انا؟ انا عندي 15%، قد احتاج؟ احتاج 85% من الكالسيوم، ف 85% من الكالسيوم راح يطلع من الشبكه الاندوبلازميه المنيجين للسيتوسول، فيصير 100% واكون جاهز للكونتراكشن. هذه اخذناها بالسيشن الخامس اذا تذكرون. اوكي؟ بهاي الحاله، فهذا يصير هيك يصير يعني التنشيط خطوه ورا خطوه. نجي لما ندور بعد للاتريول للارتريول كونستراكشن، هذه نفس الحاله بالارتيرو كونستراكشن. شو اسوي اني؟ اجيب يعني سمباثيتك افكت، لان سمباثيتك هو اللي يحفز الكونستراكشن او الفازو كونستراكشن. اوكي، نعرف احنا الارتيرو ايش تحتوي؟ تحتوي على سموث مصل بيها، والسموث مصل على مود تتقلص تحتاج كالسيوم. فبهاي الحاله لازم انا اجيب النور ادرينالين من السمباثيك سيستم على مود يرتبط ويا من ويا الفا 1 ادرينال ريسبتر اللي هي عباره عن جي بروتين ريسبتر موجوده وين؟ موجوده داخل الارتريول. هذا راح تحفز لي ما يعرف بالفوسفو لايبيز سي. الفوسفو لايبيز سي ايش راح يسوي لي؟ قلنا من ساعه راح يعمل على تنشيط او تفعيل او تكوين الاي بي 3 من الاي بي 2. الاي بي 3 اذا تكون ايش راح يسوي بهاي العمليه؟ راح يروح يسوي لي يروح للقناه مالت الشبكه الاندوبلازميه، والشبكه الاندوبلازميه راح تطلع الكالسيوم الى السموث مصل اللي موجوده بالارتريول، وبالتالي اسوي لي كونتراكشن، وبالتالي صار عندي فازو كونستراكشن. نجي بعد من للسلايد الاخير اللي هو الموديوليشن اوف ذا نيورو ترانسميتر ريليز. شلون راح تصير عمليه الموديوليشن مالت النيورو ترانسميتر ريليز؟ بهاي الحاله هنا مثل التخدير نشتغل،
احنا من نريد نخدر هسه اي شيء نريد نخدر ايش راح نسوي له؟ راح نسوي له اكو تثبيط للعضله، نسوي للعضله استرخاء ريلاكسيشن للعضله، هو هذا شغل التخدير، يسوي ترخي بالعضلات، هذا شغل التخدير. اوكي شلون اسوي انا يعني ترخي بالعضلات ريلاكسيشن؟ لازم اقلل الكالسيوم، الكالسيوم يسوي لي كونتراكشن، مو هيك لازم اقلل الكالسيوم. شلون اقلل الكالسيوم؟ انا لازم اثبط دخول الكالسيوم عن طريق قناه الفي او سي سي على مود ما يدخل الكالسيوم الى داخل الخليه، واذا دخل الكالسيوم الى داخل الخليه راح ينشط الاي بي 3 اللي مساعقناها فرضا، تمام؟ الاي بي 3 اللي بدورها راح يطلع الكالسيوم من الشبكه الاندوبلازميه، وبالتالي يسوي لي كونتراكشن للعضله مات القلب. فانا اخو اثبط منه، قول باب اذا يجيك من ريح سده واستريح. فانا على مود اثبط العمليه مات الكونتراكشن مات القلب اصلا، فلازم اثبط دخول الكالسيوم من خارج الخليه الى داخل الخليه اللي هو بمقدار 15% من مساعقناها. وضحت السالفه؟ فشلون اسد هذا القناه؟ لازم اني اجيب انفد مادة أو فد علاج يعتبر أنتاغونيست، يعتبر أنتاغونيست إما للأدرينالين أو النور أدرينالين. أوكي يشتغل شغل عكس شغل الأدرينالين أو النور أدرينالين. بهاي الحالة كمثال على ذلك هو المورفين، المورفين يعني أو الأنالجيسيك اللي هي المهدئات أو المخدرات، ذني يعتبر أنتاغونيست إما للنور أدرينالين. وين يرتبطن؟ يرتبطن بمن؟ بأهم الرسبترات. شو راح يسوي لي بهذه الحالة؟ بعلي شو راح يسوي لي؟ هذه ترتبط بمن؟ بجي ألفا بروتين، يعني هو الرسبتر اللي موجود جي بروتين ألفا وان. أوكي زين شو تحفز؟ تحفز لي رسبتر نسميه بالمايكرو أوبيود رسبتر. المايكرو أوبيود رسبتر مين حفزه؟ المورفين. يحفز لي ما يعرف بالمايكرو أوبيود رسبتر. هذا المايكرو أوبيود رسبتر مكان ما يودي للألفا للقناة مات الكالسيوم. يعني من ساعة احنا شخدنا خدنا انه الألفا، الالفا هي اللي تروح علمن اللي تروح لقناه مات الكالسيوم وتنشطها، يعني تروح تسوي سي اي ام بي، هي اللي يعني الالفا تروح والبيتا والجاما يبقى، مو الاولى. الالفا تروح تسوي لي سي اي ام بي والسي اي ام بي يروح ينشط له وكذا، مو هيك الاولى. هسه هذا بالعكس، شو تسوي؟ تبقي لي الالفا وتودي لي البيتا والجاما مكانها. البيتا والجاما مش مدرين لا فيهم ولا عالم، كل شيء ما يعرفن، فيروح على القناه مات الكالسيوم يريد ينشطنها، ما يدرن كل شيء ما يعرفن، راح يثبطنها بالعكس، تمام؟ بالتالي راح يسدنها، ما راح يخلي الكالسيوم يدخل، تمام؟ فهسه المهدئات او المورفين يشتغلن شغل عكس من عكس الستوميليشن. الستوميليشن جي بروتين شو يسوي لي؟ يودي لي الالفا، الالفا راح تعرف شغلها تروح تفتح لها قناه مات الكالسيوم. لكن هنا المورفين يشتغل شغل بالعكس، شو يسوي لي؟ يبقي لي الالفا ويودي لي البيتا والجاما، البيتا والجاما من يروح ما يعرفن يشتغلن، فراح يسدن القناه. اذا سدن القناه بعد ما يدخل الكالسيوم، واذا ما دخل الكالسيوم ما راح يصير لك كونتراكشن، واذا ما صار لك كونتراكشن راح يصير لك ريلاكسيشن بالعضله واسترخاء، وبالتالي يشتغل شغل المخدر.